السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. والله حضرتك يا شيخنا دلوقتي أنا كنت العصر كنت مركب لها الكانولا ووضيت ومسحت عليها تمام؟ نعم. وعلقت المحلول يعني وخلص قبل المغرب بنص ساعة وخلعتها يعني. طيب. يلزمني إن أنا أعيد الوضوء وأعيد الصلاة يا شيخنا ولا ما كانش يلزم؟ لا ما يلزم خلاص. جزاكم الله خير. إلا بالشفاء يا شيخنا. الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك، شكرا. بارك الله فيك يا أم همام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى، الإمام كان أخطأ في صلاة العشاء وقام للركعة الخامسة. أيه. وعندما نبهه الناس يعني رفض ان هو يجلس، هل يقوم الناس خلفه؟ لا، لا يتابع على الزيادة، الا راي شاذ لابن حزم انه يتابع، لكن الجمهور على انه لا يتابع على الزيادة. اجلسوا في مكانكم الى ان ينزل وياتي بالتشهد وتسلمون معه. نعم. الله يحفظكم. شكرا وبارك الله فيك يا سيد ابن رمضان صفوان، بارك الله فيكم. السلام عليكم. كل سنة وانت بخير. نعم. حضرتك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. شيخنا لو سمحت، هو حضرتك كل الأحاديث اللي خارج مسند أحمد هل هي ضعيفة؟ لا لا، في أحاديث كثيرة في غير مسند أحمد صحيحة. يعني ممكن مثلا أنا فهمت ممكن كل كتب الستة موجودة ده ضمن المسند أحمد والخارج كده كلام، عفوا كلام أغلبي، كلام أغلبي يعني ليس هو باعتبار مسند أحمد سفر. معلش، بالنسبة لطبعات كتب السنة هي الأمر بيبقى مهم ولا أي طبعة مثلا تكون رخيصة يكون أفضل؟ والله يعني هم متقاربة تقريبا. معلش يا شيخنا آخر سؤال بس، هو كان بالنسبة للربا كان في شيخ كان قال ان اشتراط الفايدة في اول العقد ما جاش فيه نص، فراح قال يعني ان الربا المحرم هو ان يفاجئ يعني الشخص اللي ظلمه مثلا يقرضوا الشيء وبعدها يقول له هات الشيء فما يبقاش معاه فيقول له لا تشغل نفسك، لا تشغل نفسك بهذه الطرهات. يعني انا سلمتك 1000 جنيه وقلت لك تردوها لي 1500، لا يعد ربا عندك او عنده؟ هو انا شفت شيخنا لقيت اغلب العلماء قالوا، كل العلماء قالوا ان اشتراط في الاول برضه من الربا. طيب هو قال ان مفيش نص بيدل على ده. يا اخي مش مفيش نص يا اخي، هو ايه معنى الربا؟ هو لا يجهل معنى الربا. الربا الزياده اسمه ربا النسيئه، يعني تقرضني مبلغا وتاخذه مني بعد اجل بمبلغ ازيد، هذا الربا النسيئه الله يحفظك، مخالف لاصل التعريف. هو الشخص هو يا شيخنا طب ما ضيع وقتنا بالله عليك يا اخي،
وقت المسلمين محسوب. مش بجادل شيخنا بس هو لا معلش خليك معاه. اعتبرت رأي انا اعتبرت ما اعتبرت خلاص. لا وانا بسأل بس هو انا مالي هو وانت. انا كلمتك سألتني واجبتك شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيب. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويبارك في عمرك. وياك تفضل. شيخنا سائل أرسل لي هذه الرسالة لكي أسألك الله يحفظك. يقول إن هو يعني يتصدق من ماله الشهري لكنه يضطر للاقتراض في وسط الشهر. تمام. ويصبح عليه دين. غير الدين الأول اللي عليه أصلا. فهل يعني يعمل إيه يعني؟ الله لا يتصدق. لا يتصدق. لا. يكفي يتصدق. يكفي أهل بيته أولا. يكفي أهل بيته أولا. ابدأ بنفسك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. شكرا. أحبك الله يا مصطفى يا محمد بن سليم. معانك الله يا أحمد أبو شام. وفقك الله يا شيخ مصطفى الجهري وزادك الله فضلا. أحمد الدهشان حفظك الله ولك بمثل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يكرمك يا شيخ. بس بخصوص كان ليا ابن عمي كان مخاطب واحدة وكده وحصل مشاكل والخطوبة انفسخت. تمام. هو ليه تعرفي ترجع من اللي فسخ؟ ابن عمك ولا المرأة؟ يا حبيبي إذا كان ابن عمك هو الذي طرق الخطوبة فالشبكة له لكن يخصم منه قدر الغرامات التي غرموها له. إذا كان هم الذين رفضوك أو رفضوا ابن قريبك يردون إليه الشبكة لأن الشبكة في العرف المصري من الصداق. السلام عليكم. لم يحصل عقد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. الله يحفظك. أحبكم في اليوم والغد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. كنت عايز أسأل بالنسبة لو حد بيوكل يعني أنا مثلا وكلت صديق ليا فخارج مصر يعني يشتري لي حاجة مثلا. ماشي. هسديله مثلا مبلغ لما ينزل أو كده. فهل يعني ينفع مثلا نتفق يعني مثلا دلوقتي الريال بستة خمسة وخمسين ينفع له مثلا ستة ونص ونعمل ولا لازم أحسب يوم السداد بالظبط؟ يعني الموضوع فيه ساعة. عفوا انتظر. انت ستقترض ريالات يعني بالضبط ولا ايه؟ مثلا تردها ريالات كما اقترضتها ولا ما استطعش تردها بالسعر؟ وكلت اشتري لي مثلا غرض من الخير. ما هو الغرض اشتراه بكم ريال؟ بألف ريال مثلا. اذا انت مدين له بألف ريال. تمام. بس كده المشكله. طب لو ما باش ارده بالريالات ارده مصري برضاه. هو له ان يتمسك بان يرد الريال اليه ريال اللي اذا وافق ساعه السداد يكون بسعر يوم السداد. بسعر يوم السداد لازم. ما هو 1000 ريال وانت هتخدع الناس وتاكل اموالهم بالباطل ولا ايه بالضبط؟ لا انا بفهم بس الموضوع ودي ولا هو لا اعطاك الان 1000 ريال اشترى لك شيء ب 1000 ريال في ذمتك له 1000 ريال صح كده ولا انا غلطان؟ تمام. خلاص تردها له ال 1000 ريال لكن اذا جئت ساعة السداد قلت انا ما معي ال 1000 ريال لكن شوف قيمتها الان بكام وانا اسلمها لك بقيمتها. تمام. ان تنازل لك ما تنازل شيء لكن الاصل ان له ان يتمسك بال 1000. تمام. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا احمد بن عصام وجزاك الله خير يا ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه فضيله الشيخ. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى عدوي. نعم أخوك مصطفى. الله يحفظك يا شيخنا. الله يحفظك. حضرتك أنا بسأل في موضوع التعويض. في أنا سبت شغلي من الشركة والشركة مطلتني في حقوقي ما خدتهاش على عن طريق المحكمة بعد 4 سنوات. فالمحكمة أنا طلبت تعويض من المحكمة والمحكمة حكمت لي بتعويض. خذهم. فهل التعويض لا خذهم. خذهم
يعني يعتبر حلال حضرتك حتى لو كان زيادة على المصاريف اللي أنا صرفتها للمحامي أو أي شيء. هي الشركة مماطلة؟ هل الشركة فقيرة أو ليست فقيرة؟ لا غير فقيرة. هل الشركة أقرت لك بحقك لكن قالت نحن معسرون اصبر علينا أو جحدت الحق؟ الشركة كانت معسرة حضرتك بس هي مستمرة في العمل وكانت بتستثمر فلوسي يعني كانت بتتاجر وبتشتغل. يعني الشركة كانت معها أموالك وهي ترفض سدادها؟ أيوة ترفض سدادها وأنكرت واتهمتني بالتزوير في المحكمة. لا خذ ما شئت منهم. شكرا. اتهمته بالتزوير كالجاحدون تقرضهم مبلغا وتكتب وصلا وفي النهاية يقول لك التوقيع مزيف. يعني ما اكتفوا بأنهم لا يردون المبلغ إنما رفع عليك أنت قضية أن التوقيع أنك وقعت مزيفا عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا معالي الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك الأول أنا كنت عايز حضرتك تدعي لي إن أنا أحفظ القرآن لأن أنا مشتت جدا ويعني حضرتك أحسبك على خير يعني الله يمن علينا وعليك يا رب. الله يمن علينا وعليك يا رب على السمعين والسماعات بحفظ كتابه وفهم كتابه. اللهم آمين. ربنا يجزي خير. أنا دلوقتي يا عم الشيخ لو دخلت في الصلاة مثلا في الركعة الثانية وجلست في التشهد اللي في النص أقول التشهد اللي في النص أو أقول إيه؟ دخلت في الركعة الثانية؟ ما يعني لما أخدش في الركعة الثانية أقول التشهد اللي في النص نص بس والتشهد الأخير هيبقى لي مثلا ركعة أقول التشهد كامل ولا لا؟ أعمل إيه؟ الأمر فيه ساعة. فيه ساعة يعني ممكن أقول التشهد مثلا النص الأولاني بس أو أقول التشهد كله عادي يعني؟ عادي يعني. ربنا يجزي خير يا مولانا. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مصطفى. نعم تفضل. عندي سؤال بس. سؤال. اسأل. لا كان عندي جرح كده في ايدي اليمين فوق الكوع بشوية. كشح في ايدك اليمين فوق الكوع بشوية. ها. جرح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بك يا مولانا. وبك يا رب. كنت عايز أسأل على هل الأفضل تشغيل القرآن بصورة دائمة في المنزل مع عدم الانصات مع ممارسة الحياة ولا نطفي أفضل؟ لا تشغله أفضل حتى مع عدم الإنصات. الإنصات المأمور به في قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا في قرآن الصلاة القرآن المتلو في الصلاة. تمام جزاكم الله خير. وإياكم. بارك الله فيك يا أستاذ سعد السويدي ووفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ. خير الحمد لله. زوجي كان تعليقا على سؤالك اللي لسه جاي لحضرتك كان واخد مبلغ يعني كان في قرض عليه في السعوديه وواحد صاحبه سعودي سدد له القرض ده. طيب. ففي نفس التوقيت قال له مثلا دول عاملين بالمصري كذا. فجاء سعر الريال زاد فاتكلم مع صاحبه قال له لا انا عامل دي كانت عاملها مساعده ليك وهو مش عايز هو عايز نفس السعر اللي سدد بيه ساعتها. من اللي تعمل بالمصري كذا؟ من قال تعمل بالمصري كذا؟ زوجك ولا ايه؟ لا سعد ما سدده الكارد قال له مثلا تعمل بالمصري مثلا 100,000. من اللي قال للاخر؟ اتفقوا على كده ساعتها سعد. من الذي قال للاخر القرض يساوي دلوقتي 100,000؟ هم اتفقوا على كده ساعتها. يعني قال له انا مدين لك ب 100,000؟ يعني قال له فلوس السؤال اللي رديت عامله كذا مصري. لانه هو اعتبر ساعتها ان هو اقرضها للزوج اداله قرض حسن يعني. طيب القرض حسن اداله ريالات يدفعها ريالات. ايوه ما انا بقول لحضرتك ما هو معهوش ريالات هو هيديها له بالمصري. انت عايز يعني تقابلي الاحسان باساءه انت وزوجك
يا اختي لا والله هو كان هو قال له قال له قال له قال له لا انا عملت لك مساعده وانا مش يعني عايز حاجه يعني الان يعني سؤالي يعني صاحب المبلغ الان يريد ريالات او يريد كما دفع او يريد جنيهات مصري 100,000 كما تقول هياخذ المصري عادي لانه هو موافق موافق هو انا جوزي قال له قال له الريال دلوقتي رداد قال له لا انا اعملها لك مساعده انت ما وقف كلامك اسمع كلامه واجيبيني باختصار المقرض موافق الان ان ياخذ جنيهات بالسعر القديم ولا لا ايوه بنفس السعر اللي خلاص اذا ما فيش عندنا مشكله ما فيش مانع ما فيش مشكله يعني اذا هو موافق القارض هو موافق خلاص القارض والمقرض موافقه بس خلاص طيب يا شيخ جزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام نعم تفضل لو سمحت يا شيخ انا كنت عملت ميكرو بليندنج بس انا ما كنتش عارف ان هو بينزل نقطه دم كده ومنزل نقطه دم تمام انا ما عملتش الاعاده هي كانت صاحبه البيوتي ده كانت مدياني موعد يعني 20 يوم ان انا اروح اعمل الاعادة فانا عايز اعرف هو حرام ولا حلال وهل تقبل لي صلاة ولا لا لا ان شاء الله الصلاة باذن الله مقبولة خاصة انك كنت جاهلة انا ما كنتش اعرف ان هو بينزل دم انا راحة والله على اساس ايوه يعني تدخلنا في الوشم خلاص المهم لم تذهبي لم تذهبي ابتعد عنه تاني تمام ابتعد عنه الله يحفظك بس نعم بس هتقبل يا صلاة عادي صح؟ ان شاء الله ربنا كريم معذورة بالجهل شكرا هل هناك إثم على من يشترط في الزواج عدم عمل زوجته بعد الزواج حتى إذا كان العمل مباحا والمحتاجين إليه مثل عمل مدرسة أو ممرضة لا اشترط قال أنا لا أريد زوجتي تعمل له شرطه إذا هي وافقت خلاص قالت أنا لن أعمل فالمؤمن عند شروطهم يعني للزوجة أن يتمسك بالشرط السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ مصطفى والحمد لله أنا بخير والله إني أحبك في الله يا شيخ أحبك وأسأل الله لك دائما الثبات والتوفيق الله يثبتنا وياك على طاعته يا رب أسألك الدعاء يا شيخ بالله عليك الله يوفقنا وياك وربنا يجزيك عنا خير والله يا شيخ ربنا يجزيك عنا خير يا رب وياكم السمعين الله يخليك يا شيخ السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا أكرمكم الله وإياك تفضل شيخنا ما هو أهمية علم الفرائض ومتى يبدأ طالب العلم في دراسته ومن من العلماء يعني الذين عفوا يا حبيبي ده درس مستقيل ده هذا درس علم الفرائض كسائر العلوم تتعلمها تثاب يرفع الله الذين أمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات شكرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا شيخ مصطفى الحمد لله بخير والله انا مبسوط ان انا بكلم فضيلتك والله الله يغفر لي ولك والسامعين والسامعات يا رب الله يكرمك شيخ مصطفى انا عندي سؤالين بعد اذنك اتفضل السؤال الاولاني المفروض المراه في حال موت زوجها ممكن ان هي تغسل زوجها في حين ان الرجل لو مات زوجته ما يجوزش له ان هو يغسل زوجته من قال هذا؟ نعم من قال هذا؟ انا قرأت ان سيدنا علي بن ابي طالب لما توفت زوجته السيدة فاطمة رضي الله عنها ما دخلش غسلها من قال اين السند بذلك؟ هو انا قرأتها ما يعني ما لهاش سند يعني كلامك هذا كله اولا يحتاج إلى أسانيد صحاح أما دعواك أن الرجل لا يجوز له أن يغسل زوجته فهذا فيه نظر واستدل المجوزون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ورأساه قال بل أنا ورأساه قالت أظنك تحب موتي ولو كان ذاك لأصبحت معرسا ببعض نسائك قال ذاك لو كان وأنا حي
لهيأتك وكفنتك ودعوت الله لك. في رواية لهيأتك وفي رواية لغسلتك، فعلى فرض أنها الأصح لهيأتك فتشمل التغسيل والأمر في ذلك واسع. أما دعواك أن عليا لم يغسل فاطمة فالخلاف قائم، فقد ذكر عدد من العلماء أن عليا هو الذي غسل فاطمة عليها السلام، ومن العلماء من نفى ذلك، والأسانيد في كل ذلك لم أقف على إسناد ثابت بذلك واحتاج إلى مزيد مراجعة. نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخنا بعد إذنك. أنا المفروض أن أنا عندي جيش يعني دعواتكم كده معنا ربنا يبارك لكم. فأنا يعني الوسطة اللي هتدخلني ممكن أن هي تحتاج فلوس عشان تخليني في مكان يعني مكان أحسن، هل ده يعتبر نوع من الرشوة؟ أنت سميتها وسطة برشوة، ماذا أتكلم يعني ماذا أقول؟ كنت الواحد بيحاول يطلع لها تبريدات تانية. والله يا ربي يحفظك ويسلمك. الله يبارك دعواتكم معنا شيخ مصطفى. الله يبارك لكم. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت أريد أن أسأل عن إفشاء السلام في الشوارع. يشمل إفشاء السلام في الشوارع. نعم. يشمل ذلك النساء؟ يعني أنت وجدت فتاة في سنك، هل ترى أو واحد وجد حتى لو فتاة كبيرة؟ اصبر علي بس، اصبر علي يا حبيبي. أختك كم سنة؟ أنا 20. أختك أختي 15. ينفع ولد 15 سنة يقول له السلام عليكم ويترد؟ لا أتكلم حتى لو نساء مثلا في سن أمي أو لا، النساء اختلفت المسألة. إذن أصل إفشاء السلام جائز عموما إلا إذا خيفت الفتنة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بنسوة من النساء فسلم عليهن، وقال سهل بن سعد رضي الله عنه: كنا نفرح بيوم الجمعة، كنا نذهب إلى امرأة عجوز بعد صلاة الجمعة تصنع لنا سلقا، نحب السلك ونأكله، وكنا نسلم عليها. فالتسليم على النساء جائز إلا إذا أمنت، إلا إذا خشيت الفتنة، فهم؟ لكن أنت شاب في فتاة في سنك تسلم عليها، أنت تفتن أو لن تفتن؟ إيه رأيك؟ لا يا ربنا يستر. الله يستر علينا وعليك. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. ليه استاذن بس على كم سؤال كده بإذن الله. تفضل. الله يستر. الله يكرمك. أول حاجة بس يا سيدنا، أنا دلوقتي مثلا لو خدت فلوس من والدتي وأنا عالم إن الفلوس دي ممكن يكون مثلا، أنا مش عارف والله هل هذا من باب الحلال أو باب الحرام، بس تصدقت بيها، فهل هذا يعد من الكسب الطيب؟ يعني هاخد ثواب على الصدقة أنا صدقت بيها؟ كيف دخلت الفلوس عليك من أمك؟ هدية من أمك ولا ماذا؟ لا يعني مثلا انا عايزه والدتي مثلا كذا، انزل اجيب حاجه بتاع، ورحت انا مثلا وراها متصدق بيها، يعني بابا عايز اديها ثواب مثلا كده لوجهها من غير ما هي تعرف. يعني لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا منكم. تمام. طب وال من ناحيه المعاش ومكافاه نهايه الخدمه يا سيدنا؟ لا بأس. لا بأس من المعاش ومغافة نهاية الخدمة، يعني ما لهاش علاقة، على حسب يعني مثلا لو هي مثلا كانت دخلها من دخل حلال فالمعاش مغافة مفوش بأس في كده خالص إن شاء الله. تمام. طب سؤال بقى شيخنا، التمويل هل برضو فيها شبهة أو كده ولا برضو؟ تمويل إيه يا حبيبي؟ التموين اللي هي المواد التموينية اللي بناخدها من الدولة، مواد التموين والحاجات دي، زيت وسكر للفقراء، ايه المشكلة فيها يا لا 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 انا بسأل بس عشان ابقى محطوط بس ابقى فاهم بس، هل مثلا اصلا ما نعرفش هل مثلا الحاجة دي جاية من دخل كسب طيب ولا مش طيب، انا اقصد فكون ان انا اخدها انا معليش اسم مثلا لو الدولة مثلا ولا حد. لا اذا انت زورت يعني اعطيته معلومات غلط عشان حتى تأخذ التموين، التزوير حرام. بالظبط. لكن انا اقصد لو في حد مثلا جايبها بطريقه غير مشروعه او كده بيبقى الاسم عليه هو. نعم. من باب. نعم. فلا تزور وزارة وزر اخرى يعني. نعم نعم. تمام. شكرا جدا لحضرتك سيدي. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا سيد ابن رمضان. هل سيد ابن رمضان من ديكرنس او غيره؟ السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم يا شيخ والله أن نحبك في الله يعني. أحبك الله الذي أحببتنا له. ما سؤالك؟ شيخ كنت عايز أسأل بس عن موضوع كيفية يعني أو طريقة التوبة من الغيبة. ليه؟ يعني الحمد لله رجعنا عن هذا الموضوع بعد علمنا عن اللي هو إيه؟ عفوا ما سمعت، التوبة من ماذا؟ نعم تسأل عن كيفية التوبة من ماذا؟ من الغيبة، يعني الحمد لله عرفنا علمنا أن جزاء من يغتاب الناس جزاء عظيم يعني، وممكن ربنا ما يغفرلوش بسبب الموضوع ده، ففي ناس اغتبناهم مثلا. طب إذا استطعت أن تتحلل منهم ولم يكن التحلل سيولد مفسدة فلا بأس، أما إذا كان التحلل سيولد مفسدة فأكثر من الدعاء لهم وإصلاح ما قد أفسدت قدر استطاعتك، والله يتولنا ويتولاك. تمام يا شيخنا، بارك الله فيك وإياك الله يحفظك. تقدم رجل لامرأة للزواج بها، اتفقا على عدم الإنجاب، ثم بدأ للزوجة أن تنجب، تخبرها أنني أريد أن أنجب، ما في مشكلة، أصل الزواج الرغبة في الإنجاب للطرفين. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. معلش أنا كنت بكلم حضرتك، الخط فصل بخصوص ابن عمي وكان خاطب وكده، وحضرتك ما سمعتش حضرتك. قلت لك إذا كان ابن عمك هو الذي تركها يأخذون من الشبكة قدر الغرامات التي غرموها له ويردون إليه. إيه هي الغرامات يا شيخ المقصود بها؟ ويردون إليه الباقي. الغرامات مثلا كان عملوا حفلة خطوبة، تمام، كلفتهم مبالغ، تمام، واستأجروا مكان. هو دلوقتي والدها رافض ان هي يقول لك ده حق بنتي، لان هم انتوا غدرتوا بيها وازاي تسيبوها وبنتي دلوقتي تعبانه ودخلت المستشفى. اسمح لي في الكلام يا اخي. اسمح لي في الكلام يا اخي. اتفضل يا شيخ. من عجبتك انت رافض تسمع الجواب. قلت لك انت بتسالني عن حكم. الشبكه في العرف المصري تعتبر من الصداقه لانهم يتفقون عليها. فاذا لم يحصل زواج، اذا حصل عقد لها نصف الشبكة، إذا لم يحصل عقد ليس لها شيء من الصداق. لكن إذا غرموا له غرامة، مثلا استأجروا مكان للخطوبة وغرموا فيه وعملوا عزومات كبيرة وتكلفوا، وبعد أنتم تركتموها بدون سبب، تخصم هذه الأشياء من الشبكة ويردون الباقي. كانهم ظلموك أو ظلمتهم، دي ما لا تخصني، يخصني الآن أن أبين لك ما لكم وما عليكم. طب احنا قلنا له نفس الكلام ده يا شيخ، هو رافض يعني، هل ده دين عليه يعني؟ لان اهل ابن عمي رافضين يعني. السلام عليكم، اجبتك الذي عندي، شكرا. سكاي ليميت، ما ادري ماذا يريد سكاي ليميت. عبد الرحمن، لا، مسألة الضرر النفسي يا اخت لبنى ما لها اعتبار كبير في الفلوس. المطلقة، عفوا، المطلقة قبل المسيس لها نصف الصداق وليس لها إلا نصف الشبك، وإذا عفت فهو خير لها، وأن تعفو أقرب للتقوى. وهي إذا طردته وقالت أنا لا أريدك، هل دفعها هي يعني ثمن الضرر النفسي؟ السلام عليكم. بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف الحال؟ الحمد لله، تحمد على كل خير يا شيخ. يا رب. اياك شيخ، كان في حادثة، الشاب توفي والمكنة بتاعته مرخصة، تمام؟ ها؟ شاب عمل حادثة بمكنة. ايوه. المكنة بتاعته مرخصة. ايوه. ففي بعض الناس اشار على الاهل المتوفى ان هم لو يقدروا يرفعوا ياخدوا تأمين من المرور لان هو كان مرخص، هل هذا جائز؟ هو كان دفع تأمين ولا ايه؟ لا، هو تأمين للمرور، مثلا قال لك انا مرخص
في مكنة بدفع مثلا تأمين في المرور بمبلغ معين، وهل يجوز ان انا اطالب بتأمين؟ على اي حال ايوه، اذا كان سيمشي ويقول الحق ولا يكذب ويصف الوضع بالضبط واتاه شيء من المال ياخذه ما دام اجبر على الدفع. شكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا أستاذ مصطفى؟ الحمد لله. سمعت أنا كنت بشتغل في التسويق العقاري. نعم. تمام؟ نعم. بيجيني بعض الناس مشترين عن طريق البنوك، وسبق أن حضرتك قلت أن التمويل العقاري لا يجوز طبعاً. تمام؟ في هل يجوز ان انا اجيب المشتري اوصله بصاحب العقار واقول له ماليش علاقه بالتفاصيل الباقيه بعد كده في البنك، يتم او ما يتم اخذ انا حقه وخلاص على كده، ولا لا يجوز؟ اشتغل انا شغلي كمسوق. يعني انت سمسار دلال؟ يعني سمسار. اي نعم. بيجيني المشتري عايز يوصل بصاحب البيت، يعني انت تفاصيل بعد كده اجراءات البنك، هل ينفع اكمل بدون ما امشي في اجراءات البنك ولا؟ شوف يا اخي، أنت رجل دلال تدل المشتري على البائع والبائع على المشتري، وتأخذ أجرا مقابل ذلك، لهذا الحد قف لا تزد عليه، وصل المشتري بالبائع والبائع بالمشتري وخذ حسنتك وامشي. حتى لو كنت أعلم قبل ذلك يا شيخ ما لك دخل، أنت ما توسوس 100% من اللي جايين بيشتروا عن البنك. يا أخي لا توسوس، ما لك ومال البنك. أيب. أنت الآن أنت وصلت البائع للمشتري، تمام، لك أجر على هذا التوصيل، خذه وانصرف. شكرا، جزاك الله. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الله يكرم حضرتك ويبارك فيك ويباركينا فيك يا رب. ولك بمثل. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، حضرتك انا كنت سالتك قبل كده على موضوع صلاه الاستخاره. انت المدير احمد ولا مين؟ ايوه يا فندم. ايوه يا شيخ مصطفى، حضرتك بتزعل من كلمه يا فندم، انا اسف والله. اتفضل يا مهندس احمد. الله يبارك، الله يكرم حضرتك ويبارك في حضرتك. كنت سالت حضرتك قبل كده على موضوع صلاه الاستخاره، هل الواحد يصليها في اكتر من حاجه ولا لا؟ قلت لي خليك كريم. صح. تمام. حضرتك ساعات الواحد بيبقى في ظروف، يعني مثلا اللي انا فاهمه ان دي كانت ده سلوك الصحابه انه كانوا بيصلوا استخاره على كل شيء. ايوه مش على كل شيء. لا عفوا، الاستخاره لها فقه، يعني الاستخاره لا تصلى في المحرمات ولا في المكروهات. يعني مثلا مش هستخير الا اسرق او لا اسرق، لن استخير الله ان انا افعل شيئا مكروها، ولا في المباحات وعفوا ولا في الواجبات ولا المستحبات، لن استخير اصوم غدا او لا اصوم، لا استخير اعتمر او لا اعتمر، لكن استخارة عند المباحات او اذا تزاحمت المكروهات وكان لزمن ان اقع في مكروه، او تزاحمت المستحبات وكان لزمن ان اقع ان افعل وكنت اريد فعل واحد، أو تزاحمت الواجبات أو تزاحمت المحرمات، عند التزاحم استخير، لكن الأصل أن الاستخارة في الأمور المباح. أتزوج سعادة، أتزوج سعدية مثلا، تستخير، لكن تستخير على أصل الزواج، أتزوج أو لا أتزوج؟ لا، لأن النبي حث على الزواج. قال ما نستطاع منكم بأتى في الزواج. فإذا أنت كنت رجل يعني سوي كسائر الرجال وتريد أن تعرف في نفسك، مش هنقول لك استخير تتزوج او لا تتزوج، لكن استخير من التي تتزوجها. تمام، فهمت الكلام؟ كونك تريد ان تجمع اكثر من امر في الاستخاره، تريد ان تستخير تسافر او تتزوج. معلش يا شيخ مصطفى، قبل ما نسيب الحته اللي حضرتك قلتها دي، عشان انا عايز اسقطها على مثل عشان اشوف هل الحاجات اللي انا بعملها دي يعني بقى مبالغه في صلاه الاستخاره ولا دي ماشيه مع الشرع. يعني انا حضرتك دلوقتي عايز اصمم حاجه معينه، فقدامي ثلاث شركات بتنتج نفس الشبايه اللي هتقوم بنفس المهمه.
هل في وقت زي كده اصلي صلاه الاستخاره؟ عشان لان انا بعد الدراسه بتاعتي قالت ان دي ليها ميزات وعيوب ودي بالمثل ودي بالمثل، فبقول بوكل الامر لله عشان يقول لي ايهما افضل، حاجات خفيت عني. لا بأس فيها مبالغه في صلاه الاستخاره؟ لا بأس، لا 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 بأس تستحب، لان الاستخاره اصلا دعاء ونحن امرنا بالاكثار من الدعاء. ذلك قال ابن الزبير في مساله هدم الكعبه وبنائها على قواعد ابراهيم: واني مستخير ربي ثلاثا. ومن هنا اخذت ان ينفع او المبالغه في عدد صلوات صلوات الاستخاره اذا لثلاثه، ولا حضرتك لا تعلم ان حد كرر موضوع ثلاثا دي الا عبد الله بن الزبير في هدم الكعبه. لا ما حدش صحابه تاني في امر واحد يصلي ثلاث مرات، صح كده؟ بس افهم، معلش افهم، ما اصل الاستخاره هذه دعاء، صلاه ودعاء، ونحن امرنا بالاكثار من الدعاء. تمام، ونحن امرنا بالاكثار من الدعاء. تمام، والنبي قال: يستجاب لاحدكم ما لم يستعجل. قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيظهر الدعاء. فالدعاء والإكثار منه مستحب. تمام، بس ما فيش أي مشكلة. هي بقى حضرتك في نفس النقطة دي، أنا زي ما أختار يا أخي. سؤالك يا شيخ أحمد اختصارا، سؤالك اختصارا أنك تريد تنفيذ منتج بعد أن صممته. تمام، تريد التنفيذ، فأمامك عدة شركات، هذه لا سلبيات وإيجابيات، وهذه لا سلبيات وإيجابيات، وهذه لا سلبيات وإيجابيات، يمكن أن تستخير الله في هذا. ما في هو بقى حضرتك الجمع بقى هنا في جزء تاني برضو في التصميم، مثلا له علاقة أنفذ البرد بالطريقة الفلانية بالمكونات السطحية ولا بالمكونات اللي ليها أطراف، هل ينفع بقى أجمع دول كلهم إن أنا بالمشروع ده أصمم له صوت استخارة واحدة وفيها الحيثيات دي؟ يا رب ولا كل حيثيه افرغلها صلاه؟ لان كل حيثيه ممكن تاثر في السعر وفي المنتج وفي العمر وفي الجوده. وانت يعني بخيل مع الله ليه كده بس؟ ما يا شيخ مصطفى ليه يخليني اصلي 10 مرات في اليوم؟ يعني انت هتقول يا رب اذا كنت الكوب ده اصممه بهذه الطريقه او له يد، ويا رب اصممه فين؟ ويا رب اغلفه بغلاف كده ابيض ده ليها صلاه استخاره غير الثانيه؟ ولا اجمعهم مع بعض؟ يا رب انا بستخيرك ان الطرق اللي هتبعها في انتاج هذا الكوب ان كانت خيرا لي في دين ومعاش وهكذا، وهل اكرر نفس الكلمتين دول في هي وان كان شرا لي في دين ومعاش اكرره، ولا اقول وان كان هذا الامر شرا لي في دين ومعاش من غير ما اذكره مره ثانيه؟ شوف المعلقون يقولون كف عن هذا يا شيخ احمد، المعلقون رأوا أن سؤالك فيه شيء من الزيادة، ولا كفاية أنت رجل متعلم، هو يقول لك كذا، أحمد أبو شامي يقول لك هذا الكلام. الأمر فيه ساعة مش عارف يهتم بتفاصيل التفاصيل. ماشي، قل لي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله العظيم يا شيخ، والله الذي لا إله إلا هو إني أحبك في أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا كان عندي سؤالين. تفضل. أولا، هل صح حديث الوزغ قتل الوزغ؟ فضل إيه؟ قتل الوزغ. نعم صح، حديث قتل الوزغ. إيه نعم. طيب كيف يا شيخ الجمع بينه وبين إن هو كان بينفخ في النار بتاعت سيدنا إبراهيم، وإن هو أصلا كل المخلوقات تسبح باسم الله، كل الحيوانات والحشرات؟ مستثنى كل حاجة فيها، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قيل في الزوجين أعم مما هو مفهوم من الذكر والأنثى، الذكر والأنثى زوجين، النور والظلام زوجين، الإيمان والكفر، البياض والسواد، أشياء متقابلة في كل شيء، الظل والحرور، الظلمات والنور. فالأشجار من الأشجار منها شجر طيب وشجر خبيث. مش أقول خبيث يعني الثوم والبصل مذمومتان، عمر يصفهما بأنهما خبيث. الغرقد من شجر اليهود. النخلة مثلها مثل المؤمن، كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة خبيثة كشجرة
خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ففي في كل الأبواب نهى النبي عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، وأمر بقتل خمس دواب في الحل والحرم. نعم شكرا. بقى لسان يا شيخ، هل صحيح الحديث بتاع ان بتاع آه لو بتاع دعت بقى يا عم خلاص الناس اتنظفت، ما عادش بتاع ولا ازيك ولا البتاع، خلي اللغة العامية اتركها، ولا بالنسبة. حاضر يا شيخ. حديث كده بدون البتاع، بدون حديث بتاع، صح؟ قل حديث انما الاعمال بالنيات، مش الحديث بتاع الاعمال بالنيات. طيب ما في حاجة اسمها البتاع في اللغة. نعم. ان الله لو دعا الشخص دعاء ان الله يقول الملائكه الكتبه لا يكتب هذا الدعاء الا بعد 6 ساعات. حديث ضعيف. بارك الله فيك يا شيخ. بل الحديث الاخر الله يسلمك، ارقبوه فان عملها فاكتبوها عليه حسنه، نعملها الحسن نعملها فاكتبوها عليه سيئه. نعم. وفي روايه ان عملها فلا تكتبوها شيئا، هذا اذا تركها، عفوا اذا عملها، فاعوذ بالله مش ترجيم. روايه اذا هم العبد بسيئه يقول الله لملائكته ارقبوه، ان عملها فاكتبوها عليه سيئا، وان تركها في روايتان لا تكتبوها شيئا، وفي روايه اكتبوها له حسنا، في النبي تركها من جرائي. ست ساعات ان الملك يرفع يد، 6 ساعات ضعيفة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، هل من شروط التوحيد ان الواحد يكون عارف يعني يكون عارف كيفية كل الامور الخاصة بالقضاء والقدر، ولا ممكن يسلم بالامور على جهل وخلاص؟ لان لا، يعني نتعلم قدر الاستطاعة، لكن لا يلزم ان تكون عالما بدقائق الامور. طب الواحد عنده إشكالية في الحديث الخاص بأن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل. طب ليه الإشكال عندك؟ مش أنت تترك الأمر لله وأعلم، هو أعلم أو ليس، وليس بعليم؟ طبعا الله أعلم بكل شيء. اسكت كده، قل اللهم اختم لنا بالإيمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فإن الأمر كله لله يا بني، يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وما استقم الله من للعبيد، استقم واسأل الله الثبات والختام بخير، ودع ما وراء ذلك لله. اللهم آمين. بارك الله فيك. شكرا. طائر يا رب اشتاق إليك. سرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك، احنا عائله يعني ميسور الحال، يعني الحمد لله. المهم انا ليا ابن عم يعني ما ترك منكر الا واشتراه. ما ترك منكرا الا واشتراه؟ واشترى اي شيء ياتي في البلاء ولا ياتي من المنكرات بيعمله. المهم حتى ان اخواته من حرم يعني ارضه ليها ايجار سنوي، خدوا منه الفلوس وبقوا بيدوله على قدر حاجاته. المهم انا بعمل في الخارج، فوجدت ليه ضمان بره، يعني مبلغ كبير ضمان، فولا اقدر اجيبه له من غير ما يحصل، من غير ما يخسر اي شيء، وهو لا يعلم عنه شيء، ما يعرفش ان الفلوس دي حاجه. وحضرتك، انا لو جبته له انا متاكد 100% ان هو هيجيب به منكرات، فانا اعمل ايه؟ ائتي بالمال استخرجه واحفظه لاولاده. ما عندوش اولاد، هو وحيد رفض الزواج. ابوه موجود؟ لا، في اخوته. ايوه، استخرج المال بدلا من الضياع واحفظه عندك الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. طب انا ممكن ادي الفلوس لاخواته؟ قطع عند الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باذن الشيخ انا عندي 3 اسئله. تفضلي. اول حاجه، هو يعني انا ينفع اجمع الاستخاره، يعني اصلي اجمع نيه الاستخاره مع صلاه كده؟ ممكن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل.
فمن غير فريضة عمت. شكرا جزاك الله خير. طب وانا لو بصلي صلاة استخارة يعني انا بصلي صلاة استخارة بس هل يجوز فيها ان انا ادعي ادعية عادية ادعي مثلا ربنا يغفر لي ادعية عادية مش استخارة؟ ده بعد اثناء الصلاة؟ اثناء الصلاة او قبل ما اقول دعاية استخارة مثلا في التشهد بعد التشهد. لا دعاء الاستخارة الأصح أنه بعد الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ثم تقدر الترتيب مع التراخي شيء ما يعني بعد السلام بعد ما سلم؟ نعم بعد السلام وفي ثنايا الصلاة ادع الله بما شئت. تمام خلاص نشتر سؤال ثاني لو سمحت يا شيخ. في مرة أنا كنت بصلي وبعدين في السجدة الأولى يعني طولت في السجدة كده والحمد لله كنت بدأ يعني كده وبعدين يعني نسيت طلعت على الركعة يعني طلعت على الركعة اللي بعدها على طول وما قعدتش ما سجدتش مرتين يعني نسيت افتكرت بعد ما قمت فورا زي كده أعمل إيه أنزل أو أنا عدت الصلاة تاني بعدين بس يعني اتوقع زي كده إن أنا أنزل ولا أستنى بعد ما أخلص أجيب ركعة ولا أعمل إيه؟ يعني أنت سجدت سجدة واحدة وقمت وبعد ذلك وأنت قائمة تذكرت أنها سجدة واحدة تنزلي تأتي بالسجدة الثانية وتقومين لصلاتك وفي النهاية تسجدي للسهو. تمام شكرا. السجدة الثانية يعني السؤال واضح أنت نسيتي سجدت سجدة واحدة وقمت افتكرت وأنت قائمة انزلي أتي بالركعة لأنه ركن وبعد ذلك تقومي تأتي بالركعة الثانية. شكرا. ما سؤالك يا محمد بن محمود الحميد اليوسف؟ 10 مرات طيب جعلها 11 مرة وإن شاء الله نجيبك لو توصلنا إليك تبارك الله. الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. إزيك يا شيخنا؟ والحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك بس على اسم كارما، اسم بنت كارما. أنا كنت سمعت فيديو لحضرتك إن حضرتك قلت إن الاسم مقوله. لا مش كده، هو لا تقولوا للنب كرم فإن الكرم قلب المؤمن. حضرتك أنا سمعت الفيديو اللي حضرتك قلت في الحديث ده. أي بس كده اللي أنا فهمته من الحديث حضرتك إن مثلا إن العنب ما نقولش عليه الكرم لعلة في العنب، انما الكرم اصلا حضرتك قلت ان هو قلب المؤمن يعني حاجه كويسه. ايوه بس هو النية حيث ايه يعني افهم ملابسات عدم اطلاق الكرم على العنب للعله اللي في العنب انما مش للعله في اسم الكرم نفسه. اقصد ده اللي انا فهمته من الحديث. ماشي صحيح. يبقى اذا معنى كده ان اسم كرم كده مش لم ما استطيع ان انا امنعه كرم او كرم ما فيش ما استطيعش امنعه منعا باتا لكن افهم بس الموضوع لماذا نهينا عن تسمية العنب بالكرم؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يسمون الخمر الكريمة، يطلقون كلمة الكريمة على الخمر، فكانوا يسمون شجرة العنب شجرة الكرم لأنها يصنع منها الخمر، كان يصنع منها الخمر. فلذلك نهينا عن إطلاق الكرمة على العنب حتى لدفع الاشتباه أننا نزكي الخمر أو نزكي الشجر التي يصنع من الخمر. بس هذا الموضوع اختصارا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. في واحد مسؤول عن شركة سياحة إذا يكلمني مثلا ويقول لي أنا عايز عمارة في المكان الفلاني، أنا بجيب مثلا عمارة واتفق مع صاحب العمارة يقول لي العمارة كلها ب10,000، أنا أروح لصاحب الشركة وأقول له العمارة ب11,000. لا كذاب. الألف الزيادة ده حلال ولا حرام؟ لا هو أنت تقول له العمارة ب10,000 لكنني سأأخذ تعبي 1,000. واضح. انا لو ما قلتلوش مثلا لو قلت له ب 11,000 من غير ما اقول له في 1,000 زياده هو يديني نسبه من عنده من غير ما اقول له على 1,000 زياده ده. لا بين
لأن العمارة ليست عمارتك، العمارة ليست عمارتك إلا إذا صرح لك البائع وقال أنا سأخذ منك 10 بيعها أنت بأي شيء وزائد لك، لا بأس بهذه الطريقة. لكن إيه هو عادي ما فيش مشكلة عنده صاحب العمارة، فهموا كده اتفقوا على هذا، لأنك الآن ممكن تنفر عن العمارة. افترض أن أنا أريد أبيع العمارة ب10,000 وأنت قلت للرجل ب11,000، رفض الرجل، أنت ضيقت علي. يعني طالما فيش ضرر عادي. أقول لك بين النصح وبين بورك لهما في بيعهما. جزاك الله خير وإياك الحمد. شكرا. يقول إذا علم أعلم أحد الإخوة، ما الضابط إذا أعلم أحد الإخوة أن هناك شخص تقدم إلى خطبة فتاة وعلم أن الرجل نحسبه من أهل الصلاح والفتاة ليس على الصواب، من أهل الصلاح والفتاة ليست على الصواب، هل إذا أخبره بذلك عليه إثم أن المتقدم الخطبة لم يسأله عن حال الفتاة؟ إذا كنت تراها نصيحة، يعني شخص صالح وتقدم لفتاة منحرفة، وإن كان ظاهرها الصلاح لكنها منحرف وأنت تعلم عنها الفسق والسوء، انصحه لله، قل اختار بابا آخر أفضل. السلام عليكم. وتقدم لفتاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أخونا أرجو من فضلاتكم الاستماع لي وإتاحة الفرصة لي للحديث عن مشكلتي باختصار دون مقاطعة. لا أسمح بذلك، لا تتحكم في وقتي. إذا رأيت كلاما نافعا فتحت لك الباب، رأيت كلاما معوجا أو موسوسا سأغلق. حاضر شيخ. تفضل شيخ. أنا بكثر يا شيخ يعني غارق في أو حالي معاصي وذنوب، يعني وخصوصا ذنوب الشهوات والخلوات. لا تفضح نفسك، لا تفضح نفسك، سأل السؤال مجملا. ومحط بالفتن يعني وكده، لدرجة أني ذهبت لطبيب يعني وكده لتناول حبوب الاكتئاب وحبوب تهدي من ثواني الشهوة بداخلي وهكذا، بالفعل وصف لي الطبيب حبوب تهدي من الشهوة، ولكني لم أستمر عليها لأني يعني صيدلي في آخر طالب في كلية الصيدلة وهكذا، فأعلم أن هذه الحبوب لها أضرار وأثار جانبية. تمام. والحمد لله أنا تربيت في المساجد وأحفظ القرآن ولم أرتكب أي شيء أو أي كبيرة. السؤال يا حبيبي، ما السؤال باختصار؟ السؤال يا شيخ، يعني أنا الآن ما نصيحتكم لي حتى لا يعني أقع في الفتن، وحتى يعني أتصبر على الفتن التي تحاط بي من حيث الفتن، فتن البنات وهكذا. اسأل يعني الله العون وابعد عن مواطن الفتن قدر الاستطاعة والجهد، وإذا كنت موسرا أبوك يزوجك إذا كان أبوك يستطيع أن يزوجك. طب شيخ أنا مثلا أبوي مثلا مقتدر ولكنه يرفض تزويجي حتى أكتمل دراستي، هل يأثم بذلك أم لا؟ لا أستطيع أن أقول يأثم أو لا يأثم، قد تكون أنت مستهترا وأبوك يخشى عليك. فالمهم كلمنا على الهاتف الخاص حفظك الله. امرأة طهرت من الحيض، طهرت من الحيض عصرا، هل تجوز صلاة الصبح والظهر؟ لا، لا تصلي لا الظهر ولا، إذا طهرت من الحيض بعد العصر تصلي العصر فقط. هناك قول أنها تصلي الظهر والعصر ولا أعلم له مستندا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى. أخوك مصطفى تفضل. لو سمحت، أنا كنت فتح مشروع ما يعني وكان عليا دين كده، فانا ما قداميش حل تاني غير موضوع القرض وكده. هل ستحبس؟ لا مش مفيش فيها حبس، بس دين يعني مبلغ مش بسيط. والله يا اخي الكريم، الربا كبيره من اشد الكبائر بل من الموبقات. بسم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا. وقال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا يجوز للشخص أن يقترض بالربا أبدا إلا عند الاضطرار الزائد. فقيم نفسك وانظر. ما هو أنا يعني أنا مضطر لأنه هو مبلغ من صغير
انظر إلى أمر نفسك. وهل البنك سيتركك أيضا؟ السلام عليكم. يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضلتك أنا اللي اتصلت بحضرتك من كام يوم بخصوص الحلم اللي خطيب حلمه. كنت هقولك بس تفاصيل تانية بسرعة. الله يبارك لك. بالنسبة بدون دخول في تفاصيل الحلم يعني. أنا للأسف رحت حكيت الحلم ده لحد. بس عفوا عفوا أنا ما ذكر حلم ولا المكان لتفسير الأحلام. ما سؤالك باختصار؟ هو بس ان انا حكيت الحلم لحد والحلم اتحقق. خلاص طب قدر الله. ايه المطلوب ايضا؟ حكيت حلم الاحد وتحقق الحلم. ايه السؤال؟ ما السؤال؟ ان هو متقدم تاني وانا الان بخصوص الحلم ده. مال الحلم الان يعني في واحد متقدم لك. الواحد ده يعني رجل صالح ابن ناس طيبين عنده قدرة على الباءة عنده مسكن يسكن فيه عمل حلال طيب يأكل منه أو لا. بس انظري إلى الأسباب الظاهرة أن الحلم قد يكون من الشيطان. يعني هو كفء لك أو ليس بكفء لك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا كلمت حضرتك بس الخط قطع عن مشوار ابن عمي ده. فحضرتك انا خايف ادي الفلوس ديت مثلا ان هو مبلغ كبير اديه لحد يعني ابن عمه كالسفيه. ابن عمه ابن عمك السفيه الذي تقول انه موسر ولكن ينفق كل امواله في الباطل والشر له مبلغ في هيئه معينه ولا يعرفه وانت بامكانك ان تستخرج المبلغ ولكن تخشى من استخراج المبلغ أن يبدده وينفقه في الحرام. قلت لك استخرجه وثمره له قدر استطاعتك. إذا كان له أولاد أنت قلت ليس له أولاد ولا زوجة له إخوة. إذا كان إخوته رشدة اجمعهم وقل لهم هذا المال مال أخيكم وأنتم ترونه. إن كانوا سفهاء مثل أخيهم ثمره له أنت بعيدا عنه. طب ينفع مثلا لان مثلا المال كل دقيقه قيمته بتقل ينفع اشتري له بيه ذهب وعينه له؟ ينفع كله ينفع. تمام شكرا. عفوا بارك الله فيك. يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمحت كنت عايز اخد راي الشيخ مصطفى في قضيه خاصه بموضوع الشغل. اتفضل. خاص يعني موضوع خاص ولا ايه؟ اه تمام شيخ مصطفى. اتصل على هاتف الخاص. لا مش خاص انا بس. طيب اتفضل. انا معروض عليا فرصه شغل في شركه موجوده هنا في مصر والشغل عباره عن يعني تعاون مع شركات اجنبيه موجوده في مصر او بره مصر. فكنت بسأل هل لو الشركات دي ليها موقف يعني معين كأي شركة غربية يعني وارد ان هي تكون تدعم حركات معينة او حاجات معينة غير مطابقة لشرعنا يعني. فهل ده حاجة انا المفروض باخدها معايا في الحسبان ولا لو مجال الشركة اصلا في حلال فتمام؟ تعني ان هناك شركات كبرى تمام. تعمل اعمالا حلالا تمام. ولكنها تدعم أهل الكفر وتدعم المجرمين الذين يفعلون فعل قوم لوط. تدعمهم وتغذيهم لكن عملها الأصلي حلال. إن استطعت أن تبتعد عن هذه الشركة وعن دعمها بعملك افعل. كنت مضطرا والعمل الذي تبشره أنت حلال فللضرورة وعملك حلال لا بأس لأن الشركات كبرى جدا تتحكم في اقتصاد دول أحيانا. تمام. ودول أيضا كالدول الكافرة الألمانية والأمريكية والبريطانية وهؤلاء الكفار الآن يدعمون بكل قوتهم هذا الفجور والإجرام الذي تعلنه هذه الهيئات القذرة الدنسة
المسرفة على أنفسها والمجرمة من إتيان الرجال للرجال وإتيان النساء للنساء ويقننونه. فإن استطعت أن تبتعد عن مؤازرة هذه الدول وعن العمل فيها وتعمل عملا حلالا عائدته الحلال تعود على المسلمين وعلى أبواب الخير فعل. إذا كنت مضطرا لعمل في دولة من هذه الدول الكافرة وعملك أنت نفسه حلال بعيدا عن ذلك فللإضطرار يجوز والله أعلم. لا هو أنا العمل الخاص بي موجود هنا في مصر والشركة اللي أنا بعمل فيها موجودة في مصر، ولكن الشركة بتتعاون معك. أنا فهمت الكلام، فهمت الكلام جيدا، ولكن لأنه ليس من هذه التسمية فكما أفدتك عملك هنا جائز ما دام العمل حلالا. تمام بس كده الله يسلمك. هذا إجرام الذي يحدث الآن، ما أدري هل يصنعون للرجل رحما حيث يتم التوالد ولا إيه بالضبط؟ يعني إذا اجتزأ الرجال بالرجال واجتزأت النساء بالنساء كيف يعني يحصل التناسل؟ ورب العزة يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فكيف سيصنعون إنهم يقطعون النسل؟ نفترض أن هذه الهيئات الكافرة المجرمة التي تفعل فعل قوم لوط تحاكم بمخالفتها لما أسموه الإنسانية والفطرة فضلا عن الأديان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ورفع بكم. وفيكم تفضل. كنت أريد أن أسأل عن قول فضيلتكم في إمام يقوم في مسجد للناس في صلاة الفجر ثم يذهب إلى مسجد آخر يتأخر في الإقامة فيقوم بهم مرة أخرى، فهل يصح هذا؟ لا يشرع هذا، لأن النبي قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس حتى وإن كانت جماعة. أقول لك هو خلاص أظن من الشيوخ المرتزقة ولا شيوخ طيبون ولا يعني إذا صلاة الفجر المسجد الآخر هو زاوية صغيرة فلا يجدون من يقوم به ويذهب يقوم غيره من الذين لم يصلون. شكرا. اشتغل تجارة يشتغلوها تجارة يا عبد الرحمن. انتهى الوقت. بهذا القدر اجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من المقربين واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسمعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا.
اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربنا يا سميع الدعاء من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا خير المنزلين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا مرفقا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. فرج يا ربنا كرب مكروبهم، وفك أسر أسيرهم، واكشف الضر عن متضررهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.